قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل عن حكم التبرع بالدم في نهار رمضان، هل يؤثر على صيامه أم لا؟ الجواب: التبرع بالدم يقاس على الحجاب، وهو الصحيح في الحجاب أنه يجب عليه أن يقضي يوم المتانة وأن صيامه يفسد بسبب هذا الدم الذي خرج منه ويقضي يوم المتانة.